في واحدة من العمليات الأمنية النوعية، ها هي قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على متهم بجرائم إرهابية بعد قتله لأحد الضباط في محافظة الأنبار وهروبه إلى أحد المحافظات والتخفي هناك قبل 18 عاماً. التكتيك الاستخباراتي مكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى سلسلة جرائم أخرى إضافة إلى هذه الجريمة، في وقت تشير الجهات القضائية إلى دقة جهاز الأمن في العثور على الإرهابيين لا محال حتى ولو بعد حين. اعترف المتهم على جرائم عديدة، من ضمن هذه الجرائم في عام 2006 تم قتل العقيد الطيار في هذه المنطقة اسمه جاسم، وإصابة رفيقه عندما كان يحضران في دار أحد أقاربهما لتناول مأدبة الغداء. بالإضافة إلى ذلك اعترف المتهم على جريمة أخرى وهي زرع بوات ناسفة في أحد الطرق أدى انفجار إحداها إلى قتل المواطن وعد صبار، وعلى أثر ذلك اعترف صراحة وتمت إجراء كشف الدلائل له وأمام حضراتكم وبتوافر كافة الضمانات والحرية المطلقة له. محافظة الأنبار التي حصلت على صدارة المحافظات في انخفاض مؤشرات الجريمة، يتصدر تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية أولويات الشارع هنا بعد تحريرها من عناصر داعش عام 2017. المفرح أن القوات الأمنية لا زالت على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الخطر، وكل يوم كل أسبوع كل فترة يتم إلقاء القبض حتى على الموجودين في المحافظات الأخرى. الحمد لله وشكر، الوضع بالأنبار لحد الآن مستقر بشكل كبير، ونتمنى أن يستمر هذا الاستقرار. وتعد سرعة ودقة الكشف عن منفذي الجرائم الإرهابية مؤشرا للجهود الأمنية المكثفة في مواجهة الإرهاب ومحاسبة الجنات، وتعزيز الثقة لدى المواطن في قدرة الدولة على حماية مواطنيها وأمنهم وسلامتهم. من الأنبار، أحمد فلاح، التغيير.